السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الشرك الأصغر هل لا بد له من توبة، وأن صاحبه مخلد بالنار إذا مات كالشرك الأكبر؟ مخلد في النار لا، لكن يعذب بشركه ولا يخلد في النار، لأنه من عصاة الموحدين. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.